السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في التقرير اليوم الجديد المقدم من ثينك ماركتس، معكم محمد زيدان. بالطبع النموذج الرئيسي او الحدث الرئيسي كان الهجوم على منشآت النفط السعودية اللي خلانا نشوف تحركات الاسعار النفط قياسية او تاريخية لم نراها منذ حرب الخليج او حتى منذ الثورة الايرانية او انقطاع النفط عن الغرب في حرب 73. فبالتالي التحركات دي اثرت على شهية المخاطر للمتداولين، ولكن شفنا النهاردة في جلسة التداول لحد ما يعود الهدوء. طيب اسعار النفط ايه هو المهم؟ المهم اللي هو قدرة السعودية على الالتزام باتفاقيات تصدير النفط، وهذا انقطاع نصف انتاجها لن يستمر طويلا. السؤال الى متى سوف يستم الى متى سوف تعود هذه المنشآت إلى إنتاج النفط. النهاردة ننتظر تصريحات وزير النفط السعودي تم الإعلان عنها، هيكون تقرير صحفي النهاردة أو مؤتمر صحفي النهاردة. ده هيبعث تقلبات كبيرة على أسعار النفط، فاللي بيضارب على أسعار النفط لازم تنتبه النهاردة وتخلي بالك من التداولات لأن التحركات تبقى عنيفة. بشكل عام الرؤية إيجابية على النفط زي ما هتكلم على التحليل الفني وهنشوف بعض المعطيات. طيب عندنا إيه تاني النهاردة؟ إمبارح شفنا كمان من اللي أثر على شهية المخاطر انخفاض الانتاج الصناعي للصين، بقت بقى يعني النمو كان بأقل وتيرة من 17 عام، فبالتالي بيؤكد النظرة السلبية على أداء الاقتصاد العالمي بشكل واضح. فدوت خلى الاتجاه للملاذات الآمنة، ولكن الموضوع مش مستمر لأن التحليل الفني فيه بعض الاتجاهات الجديدة اللي قد نبني عليها معطياتنا أو نبني عليها تداولاتنا الفترة اللي جاية. الأنظار كلها تتجه ليوم غد، النهاردة يبدأ اجتماع الفيدرال الأمريكي، بكرة نشوف تصريحات قرار الفيدرالي ونشوف الحديث الصحفي لجيروم باول في وما هو رؤية الاقتصاد. الأصفاق شبه على يقين هنرى خفض بالفايدة ب 25 نقطة أساس، ولحد ما ده تم تسعيره. أهم حاجة هيكون هو ما تصريحات جيروم باول، أو المرة اللي فاتت قال إن خفض الفايدة ما هو إلا تعديل بسيط في السياسة النقدية في منتصف الدورة الاقتصادية، ولكن ده ممكن يكون سياسة جديدة أو ترند جديد أو اتجاه جديد. تعالى بقى نشوف التحليل الفني وتعالى نشوف أهم المعطيات. أهم حاجة نبدأ بالدولار الأمريكي. آخر تقرير كنا سجلناه قلنا الدولار الأمريكي عنده 97.5، كانت مستويات دعم مهمة، وبالفعل شفنا ملامسة هذه المستويات والعودة للارتفاع مرة أخرى. أتوقع إن احنا هنشوف لحد ما حركة عرضية على الدولار الأمريكي. أهم مستويات بركز عليها 98.5، وعندي 97 97.80 98.5 كسرها، ده هيدينا مجال نشوف 99 97.60 الإغلاق تحتيها هيدينا هبوط ل 97.50 و 97.20. طب ليه انا ليش اتجاه واضح؟ لان بشكل عام على الاجل المتوسط انا اتوقع ضعف الدولار الامريكي والالتزام بالقناه السعريه والعوده للهبوط. ارتداد من مستوى 97.5 ارتداد مقبول، ممكن نشوف عمليه تصحيح لغايه يوم غد وبعد كده نشوف تحركات جديده. فبالتالي اسواق او الهدوء النهارده اتوقع برضه هيكون هو المستمر او هنشوفه بشكل مستمر النهارده. بالنسبه لليورو دولار النظرة السلبية حول الارتفاع، قلت لكم ركزوا على مستويات 1.11، الإغلاق فيها هو اللي يأكد الاتجاه الصاعد، غير كده احنا في اتجاه هابط من الناحية الفنية والناحية الأساسية على حد سواء. دلوقتي ملامسة ترند، ملامسة الدعم المكسورة اهو تعاد التأكيد عليه، والعودة للهبوط ده يدفعنا إن نرى تأكيد لمستوى 1.0950 ومنها ل 850، وده يتناسب مع توقعاتنا السلبيه على اليورو دولار على الاجل المتوسط بشكل عام او المدى المتوسط. الجنيه الاسترليني وصل الاهداف 25، برضه قلناها في التقرير اللي فات قلنا 25 هي المستهدفات، ودوت بسبب ان هو الاسترليني مدعوم بتقلص احتماليه خروج فوضوي بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. دلوقتي اتوقع ان احنا يعني بشكل عام هنشوف لحد ما عمليات جني ارباح العوده لمستويات 1.22 50 مرة أخرى والتأكيد عليها، ولازم تركز على مستوى 22.50. ما دام السوق فوقيها بشكل عام ده معناه الاتجاه صاعد، وما هي العمليات التصحيحية. فيما لو بقى شفنا السوق كسر تاني مستويات 25، أنت ممكن تشتري عشان يبقى مستهدفاتك عند 27.50. على المدى المتوسط مستهدفاتنا 27.50 لو فضل السيناريو الخروج الفوضوي غير محتمل في السوق. العودة لأول حاجة عندنا عشان بس نكون عندنا مستوى 23.80 مستوى دعم مهم، 23.50 مستوى دعم مهم، ومنها 22.50 دي المنطقة المحورية ما بين الاتجاه الصاعد والهابط. بالنسبة للدولار الأسترالي النهاردة كان اجتماع الفيدرالي الأسترالي، برضو ما فيش تخفيض فايدة وقلصت احتمالات نهاردة تخفيض فايدة، عملية جني أرباح منطقية، ممكن نعود تاني لمستويات 67.20 و 67.05 مستويات دعم مهمة، ولكن بشكل عام أنا على المدى المتوسط أتوقع عودة 96
69 50 على الدولار الاسترالي. النيوزيلندي اللي احنا كنا محايدين فيه وكنا جيدا احنا محايدين فيه ان احنا يوم الخميس السابق كنا بنشتري اليورو والاسترليني والاسترالي، وكنا محايدين بالنسبه للنيوزيلندي لان ما شفناش رد فعل ايجابي لو تفتكر عند مستويات المقاومه المهمه، وبالفعل شفت زخم بيعي وده واضح ان هو هيستمر. اول مستهدفاتنا عند 62 50 يعني 100 نقطه من هنا، اهم حاجه ما اشوفش السوق تاني يطلع فوق ال 63 80. ما دام السوق تحت 63 80 هشوف اختبار للقاع دوت ومنها قاع جديد عند 61.5. الدولار الامريكي مقابل الكندي هفضل محايد فيه واحط عينيا على مستويين، اول مستوى اللي هو 32 80 32 80، تاني مستوى عندي اللي هو 31 80. اغلاق 4 ساعات فوق 32 80 هشتري واستهدف ال 33 و34، اغلاق 31 80 هبيع واستهدف مستويات ال 30 50 ومنها لل 30 10. غير كده انا في وضع الانتظار. الدولار الامريكي مقابل الين الياباني مدى الارتفاع توكات 107 دايما ان احنا قلنا عليها، ما دام السوق فيها هيستهدف ال 158 ما زلنا في انتظار ال 158 وتوقع ان الارتفاعات دي هتستمر حتى الجاب بتاع شات المخاطر عاد السوق واغلقه ومستمر في ارتفاعاته 158، اتوقع ان هو وهو اساسا متناسق مع توقعاتنا السابقه. الذهب حاولت ارتفاعات فشلت يوم امس، انا صاحب رؤيه سلبيه على الذهب، انا شايف الذهب هيستهدف 1456 على المدى المتوسط، 1456 على المدى المتوسط اهم حاجه عنده الدعم المهم قوي عن 88 1488، مع كسر الدعم دوت يتاكد مستهدفاتنا عند 56، ولكن يفضل السيناريو الهابط دوت بشرط ما اشوفش اي اغلاق فوق ال 1525. لو شفت اغلاق فوق 1525 معنى كده هستمر في موجه جديده وهستهدف قمم جديده برضو على المدى المتوسط. اتجاه الذهب صاعد، انا شايفه ده هو موجه تصحيحيه منطقيه وعمليه جني ارباح. الذهب على الجانب الاخر خلي بالك من الاسف النفط خلي بالك من النهارده تخام تكساس الامريكي، النهارده منتظرين المؤتمر الصحفي لوزير النفط، ولكن بشكل عام واضح ان في دعم شرائي يقدر يدفع اسعار النفط لمستويات 65 و 68 دولار برميل بشرط ان هو يفضل فوق مستويات 58. طيب عندنا البيتكوين، البيتكوين على الاطار الزمني الاسبوعي او حتى الاطار الزمني اليومي واضح فيه السلبيه، احنا قلنا حددنا نطاق سعر قلنا احنا 9500 في تقريرنا السابق قلنا 11000، اغلاق فوق 11000 كمل صعود يستهدف 13000، اغلاق تحت 9500 انزل لغايه 8200. غير كده هفضل محايد وواضح ان زخم البيع هيودينا دلوقتي لاختبار الدعم عند 9500. الداو جونز اخيرا وليس اخيرا كنا شفنا ان هو وصل لمستويات مقاومه مهمه، عمل جني ارباح منطقيه، هفضل منتظر النهارده. بشكل عام قد نرى العوده تاني لاختبار 26500 اللي هي مستويات 26750 26500، المستوى دي اتوقع هستنى فيها وبكره هقول لك في التقرير اشارات شرائيه لان انا عاوز اشتري الداو جونز لان شايف زخم الشرائي دوت، حتى لو دخلت عمليات صحيه ما زال عنده القدره ان هو يختبر ونوصل ل 8 20000. اخيرا وليس اخيرا الدولار الامريكي مقابل الليره التركيه، طبعا شايفين الليره التركيه بتخسر امام الدولار، اتوقع ده يستمر، اهم حاجه نفضل فوق مستويات 5.65، ما دام احنا فوق ال 5.65 العوده لمستويات 5.80 سيناريو متوقع. ده باختصار التقرير الفني اليومي واهم مستويات الدعم والمقاومه والنماذج الفنيه التابعه. اتمنى لكم افضل التمنيات تداول موفق، ولكن يجب الالتزام باوامر وقف الخسائر واداره المخاطر. شكرا للمتابعه، مع السلامه.